كتير مننا بيحب الفطير المشلتت وبيحب اكل الفطير المشلتت، بس علشان المعظم مننا الفطير بينشف منه وما بيطلعش مورق وبالقمر اللي انتوا شايفينه ده، فبنضطر ان احنا نشتري من بره. عاوز اقولك ان من النهارده وبعد الفيديو ده مش هتشتري الفطير المشلتت من بره تاني، هتبقي استاذه فيه واستاذه في عمايله. هنعمله مع بعض بكل الخطوات بتاعته من الالف للياء، من اول العجين لحد التسويه، علشان يطلع معانا طري ومورق وزي الزبده زي ما انت شايفه كده، يعني وداعا لشراء الفطير من بره. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونعمل مع بعض احلى واطعم واسهل فطير مشلتت ممكن تعمليه. بس طبعا قبل ما نبدا لايك وشير للفيديو. اول حاجه معايا هنا نص كيلو من الدقيق، دي ابيض متعدد الاستخدامات، حطيت عليه رشه صغيره من الملح، ومعايا طبعا الميه بتاعتي، نزلت باول كوبايه من الميه وهبدا بقى اعجن في العجينه بتاعتي. طبعا مش هنزل بكل المواد السائله مره واحده، هننزل بيها بالتدريج. الفطير بيبقى العجينه بتاعته مش طريه قوي يا جماعه، وفي نفس الوقت مش يابسه قوي برده، بس لازم نخدم عجينه الفطير كويس جدا جدا علشان يبقى فيه عرق، يعني في مطه في العجين ننشط ماده الجلوتين اللي موجوده في العجين علشان يتفرد معايا وما يقطعش في الاخر. فعلشان كده بننزل بالميه بتاعتنا بالتدريج واحده واحده ونبدا نعجن. عجينه الفطير لازم تاخد حقها في العجين لحد ما توصل للعجينه بتاعتي تكون ملساء وناعمه جدا طريه، بس ما بتلزقش اطلاقا اطلاقا في الايد. يلا نخلينا مع العجين كده واحده واحده ونشوف الخطوات بتاعته. شايفين بقيت احط الميه واحده واحده اهو، ولسه فيه زي ما انت شايفه شويه من الدقيق. انا برضو هبدا اعجن فيه والم العجينه بتاعتي، ومش هنزل ميه زياده لحد ما اخلص العجينه واشوفها هل هتحتاج ميه ولا مش هتحتاج، وهي ما احتاجتش ميه خالص واتلمت معايا زي ما انت شايفه كده. انا بس غسلت ايدي عشان كان فيها شويه عجين كده، وهكمل عجن فيها كمان حوالي 10 دقايق كمان لحد ما العجينه تبقى ناعمه معايا تماما تماما. لو مش هتقدري تعجني عجينة الفطير مرة واحدة، تقدري تعجني دقيقتين وتريحي دقيقة وترجع تعجني دقيقتين، فكده مش هتاخد العشر دقايق في العجين، بس هتاخد نفس تكنيك العشر دقايق بتوع العجين. لميت العجينة بتاعتي اهو بعد ما خلاص خلصتها تماما، وهمسكها بقى اغطيها، هحط كيس نايلون كده على الوش واحط فوطه وهسيبها ترتاح حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. راحت العجين من اهم اعمال نجاح الفطير بتاعنا. وادي بعد 10 دقايق العجينه طريت اكتر، العجينه بقت ناعمه اكتر واكتر. همسك بقى العجينه بتاعتي وابدا اشكلها. انا العجينه بتاعتي نص كيلو دي، ده انا هشكله على 3 كرات. انا عاوزه اعمل فطيره كبيره وفطيره صغيره، هوريكم الفطيره الكبيره بتتعمل ازاي علشان اللي عاوز يعمل فطاير كبيره، وكمان هوريكم الفطيره الصغيره علشان اللي عاوز يعمل فطاير صغيره. فعلشان كده انا قطعتها ل3 كرات. معايا بقى اي صينيه او اي سطح كده مدهون دهنه حلوه من السمنه او الزبده، ويستحسن سمنه او زبده يا جماعه، بلاش نحط زيت اطلاقا علشان الزيت اللي بينشف معانا الفطير. وهقطع بقى الكرات بتاعتي اهو، وهجيب بقى كمان دهنه من السمنه وهدهنها على وش الكرات بتاعتي علشان بس ما تنشفش، لان انا لسه هسيبها ترتاح كمان شويه. فبندهنها الدهنه بتاعت السمنه دي علشان الوش ما ينشفش ويبقى فيه تشققات على وش العجينه بتاعتي. هغطيها تاني كمان حوالي من 10 دقائق لربع ساعه. العجينه كل ما بترتاح اكتر بتفرد معايا احسن وما بتتقطعش خالص. هسيبها كده ربع ساعه كمان وهنرجع لكم تاني بعد الربع ساعه. شايفين منظر العجينه عامل ازاي بعد ما ارتاح وخد راحته في الراحه يا جماعه؟ شايفين الطراوه عامله ازاي؟ يلا بينا على طول بقى نبدا نفرد الفطير بتاعنا. رشه صغيره كده من الدقيق على سطح الرخامه بتاعتك اللي هتفردي عليها. حطيتي دي ليه؟ علشان بس ما يلزقش مننا واخد راحتي في الفرد وفي التوريق بتاعه. هبدا بقى افردها. شايفين بتتفرد بالايد بكل سهوله ازاي عشان ريحنا العجينه بالراحه كده بقى. ويلا نفرد الفطير بتاعنا. اهم حاجه نفرده كويس جدا، سمك الفطير يكون صغير مش كبير. نبدا بقى نريح الفطيره كده على كف ايديكي. لو انت ما بتعرفيش تعملي الخطوه دي ومش هتقدري تفردي الفطيره بالمنظر ده، فهنجيب بقى النشابه بتاعتنا او المردنه بتاعتنا وهوريكم تفردوها ازاي. نمشي بقى من جوه لبره كده علشان يبقى السمك كله واحد، واهم حاجه الاحرف بتاعه الفطيره بتاعتي ما تبقاش سمكها سميك. عاوزين الفطيره كلها تبقى السمك بتاعها رفيع جدا علشان التوريقه بتاعته تبقى حلوة، وفي نفس الوقت ما تتقطعش مننا، فامشي بالراحه. وكده كده كل ما هتريحي العجينه حلو مش هتتقطع معاكي خالص.
شايفين فردناها ازاي؟ انا اتقطعت حته صغننه فلزقتها كده، وهنكمل بقيه الفرد. وبالراحه كده بقى بنقلب ظهر ايدينا كده من تحت الفطيره، وبنبدا بقى نشدها بالراحه برضو من جوه لبره علشان السمك كله يبقى سمك واحد. هجيب بس كده معلقه من السمنه بتاعتي، انا معايا سمنه زبده سايحه، سمنه بلدي على سمنه من العلب زي ما انت عاوزه، سمنه بلدي بس، سمنه من العلب بس اللي موجود عندك متوفر عندك تقدري تحطيه. انا عامله هنا سمنه بلدي، احنا عاوزين الفطير بتاعنا يكون بالسمنه البلدي يا جماعه، لكن لو عندك اي سمنه تانية مفيش اي مشكله تقدري تستعمليها وتقدري تعمليها. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا يا رب العالمين. هفرد بس بكف ايديا بالراحه كده، انا مش عاوزه الفطيره تكون دسمه زياده عن اللزوم، فما نحطش كمية سمنة كبيرة مرة واحدة. وبالراحة كده وبنبدأ بقى ناخدها من جوه البرة زي ما قلنا، وبنهز العجينة بالراحة كده، هتلاقيها بتتفرد معانا بالراحة وزي الملبن يا جماعة. وسعت بس مكان كده عشان اعرف افردها كده من كل الجوانب. هظبط الكادر بتاع الكاميرا علشان تشوفي الفطيرة كلها وهي مفرودة مفرودة ازاي. انا وريتك بس تكنيك الفرد من كل اتجاه، المفروض اهي زي ما انت شايفه مش متقطعه وما فيهاش اي حاجه وسمكها حلو قوي. معلقه واحده بس برضو من السمنه، وهبدا ادهن السطح بتاع الفطيره بتاعتي. وزي ما قلت لك حاولي على قد ما تقدري ما نزودش السمنه زياده عن اللزوم، وبرضو كمان ما نبقاش متقشفين قوي ونقلل زياده عن اللزوم، خير الامور الوسط يا جماعه. هنبدا نفرد الطرف اليمين على الطرف الشمال كده نفس الشكل كده، معلقه واحده كمان برضو من السمنه، بس نظبط بس الطرف اللي على حرف الترابيزه كده. لو الاحرف بتاعتك سميكه شويه تقدري بايديكي كده وانتي بتطبقي تقدري تفرديها. معلقه برضو واحده كده من السمنه ونبدا نفردها، وهنطبق بقى الفطير من الاجناب زي ما هتشوفي كده، يعني طبقنا يمين على شمال ونبدا بقى نطبق الجوانب التانية. اهو ادي واحد بالراحه كده برضو، وده احنا صممناه خالص من الزبده. انا بحط يا جماعه ربع معلقه، مش بحط كتير، بس عشان الزبده هي اللي بتسوي السمنه يعني عموما اللي بتسوي الفطير بتاعنا، وهو اللي بتديله الترويقه الحلوه. ادي شفتي اهو، عشان السمنه ما تطلعش كتير دهنت بطرف ايديا، وهنبدا بقى نطبق. واخر طرف كده بنفرده كويس جدا علشان ده بقى اللي هنلم فيه الفطيره كلها. طبقنا اهو، وناخد بقى الاحرف كلها ونبدا بقى نشكلها كوره تاني من اول وجديد. هنركنها على جنب كده بقى، ادي طبقنا اول واحده، هنعمل بقى كمان واحده بنفس الطريقه. التطبيقه الاولانيه دي للي عاوز يعمل فطاير صغيره يا جماعه، الواحده الاولانيه دي هتعمل لك فطيره صغيره في صينيه صغيره موجوده عندك في الفرن البوتاجاز على طول. انا هعمل دلوقتي الفطيره الكبيره، هعملها ازاي؟ طبقنا واحده زي ما انت شفتي بنفس الشكل اللي انت عملناه، وفردنا واحده كمان اهو بنفس الشكل برضو. هجيب الاولانيه احطها في نص التانية كده، وهبدا اطبق عليها بنفس التطبيقه اللي كنا مطبقينها، نطبق الجناب وبعد كده نطبق الفطيره بالطول عليها. نطبق الجنب ده ونطبق الجنب التاني عليه كمان، وبنفس الشكل نفس طريقة التطبيق، سواء فطيرة صغيرة او فطيرة كبيرة هي هي نفس طريقة التطبيقة. بس انا وريتكم احنا ازاي نعمل فطيرة كبيرة، ممكن تكون العجينة من الاول كبيرة او نقدر نعمل الفطيرة كبيرة مرة واحدة، لكن لو المساحة عندك مش مساعداك ان انت تعملي فطيرة كبيرة مرة واحدة، او ان انت مش هتعرفي تتحكمي فيها مرة واحدة ان انت تعملي فطيرة كبيرة، فبنعمل فطاير كده ونحطها في قلب بعضها، يعني بنزود عدد التوريقات بنزود عدد الطبقات، وفي نفس الوقت بنكبر الفطيرة بتاعتنا في الاخر. ادي عملنا الفطيره الكبيره اهو، فطيرتين في بعض هيعملوا لنا الفطيره الكبيره اللي انت كنت شايفاها معايا في اول الفيديو. ولكن لو عاوزه تعملي فطيره واحده فهي هتبقى كوره واحده من العجين بتاعتنا، وهنعملها على طول. ادي خلصنا بقى الفطير بتاعنا اهو، هحط بس معلقه من السمنه، دي الصينيه اللي انا هسوي فيها الفطيره الكبيره، فانا عملتهم على بعض، هحط معلقه من السمنه حلوه كده، وهحط بقى الفطيره بتاعتي وهغطيها بكيس نايلون، وهسيبها بس على ما اخلص بقيه الفطيره الاخيره تكون ارتاحت شويه علشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. وادي الفطيره الاخيره اهو، عملتها بنفس برضو الطريقه اللي كنا عاملين بيها، وحطيتها في الصينيه الصغيره، وخلاص الفطاير بتاعتي ارتاحت معايا. نبدا بقى نفردها بالراحه كده على حجم وقطر الصينيه كلها. لو حسيت ان هي هتبقى رقيقه زياده عن اللزوم مش لازم نفردها في قطر الصينيه كله، نفرد على قد الصينيه.
معايا هنا بقى معلقة من القشطة على معلقة من السمنة كده اللي كانت معايا، وهحطها على وش الفطيرة بتاعتي علشان تدينا اللون الأحمر الحلو في الآخر. ما عندكيش قشطة تقدري تحطي سمنة، بس تقدري تحطي تربي بيضاية كده معلقة من الخل الصغيرة مع شوية سمنة وتحطيها على وش الفطيرة، هتديكي برضو نفس اللون ونفس الشكل بتاع الفطير. ادي الفطيرة الكبيرة وادي الفطيرة الصغيرة، ويلا بينا بقى نروح على الفرن. درجة الحرارة تكون على درجة حرارة 200، بنحطها على الرف اللي تحت. اول ما تبدأ تقب معانا بنرفعها على الشبكة وبنقيد من فوق ومن تحت، هتاخد اللون القمر اللي انت شايفينه ده من فوق ومن تحت، حلوة جدا جدا جدا، طريتها حلوة قوي، طرية جدا زي ما انت شايفة. شايفين الطروة عاملة ازاي؟ شايفين يا جماعة التوريقة من جوه عاملة ازاي؟ الفطير طري مش ناشف، التوريقة بتاعته حلوة قوي، واخد لون من فوق ومن تحت حلو قوي، ريحة السمنة البلدي تحفة جدا جدا في قلب الفطير. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة وبنفس الخطوات وبنفس تكنيك العمل، وبألف هنا وشفا، مع شوية عسل اسمر بقى بالطحينة كده او حتة جبنة قديمة او شوية عسل ابيض، وبألف هنا وشفا على قلبك وعلى قلب كل حبايبك وكل اللي هيدوق من ايدك. من النهاردة ما تستصعبش الفطير، الفطير ما فيش اسهل منه، هي خطوات وحاجات بسيطة جدا وهتطلعي من ايدك احلى واطعم فطير. ما تضيعيش فلوسك، ده شوية دقيق وشوية مية وهنعمل مع بعض الفطير القمر اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وخطواتي البسيطة تكون عجبتكم، وفطيري النهاردة يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، ولو اول مرة تشرفي قناتي المتواضعة ما تنسينيش في اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واستنونا في فيديوهات تانية كتير ووصفات تانية اكتر. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله وحفظه، مع الف سلامة.